السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. بالفيديو الماضي نزلت لكم أفكار كتيري لتجهيزات العيد، وبفيديو اليوم رح فرجيكم فكرة بسيطة وسهلة للتزيين للعيد. خليكم معي لنشوف التفاصيل. أولاً نحضر دائرة مثل اللي شايفينها قدامكم بالفيديو، وفيكم أيضاً تستخدموا لعبة الهبهوب وتبخوها بلون ذهبي، وبعدها منتركها لتجف تماماً. الخطوة اللي بعدها نحضر بعض الورود المتوفرة بالمنزل، وطبعاً فيكن تستخدموا ألوان تانية. أنا هاي الزهور بوصي عليها من شيئين، لأن كتير منكن عم يسألوني من وين عم بشتريها. وباستخدام فرد سيليكون نقوم بلصق هذه الزهور على الدائرة. وهلأ نحضر حروف كلمة عيد مبارك، وفيكن أيضا تطبعوها على ورق وتقصوها، وبعدين نقوم بدهن هذه الحروف بالغراء ونرشها بالبراق ونتركها لتجف تماما. وهلأ نحضر لاصق شفاف، وبالطريقة اللي شايفينها قدامكن نضع حروف كلمة عيد مبارك عليها. وهيك بيكون انتهينا من فيديو اليوم. بتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وشكرا كتير لكم، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب.